sagaal xero guri waa la gali jiray inta badan xaggaas mareen kuwaa maqluu taariikh kuwa kalaa maqli baabihii mu tagayo halaawadi waa dhaqaaba ama goor meel ku guursado gabadhaas diinta dhanka ka haysa ninka dhan ilaa diintiisi الذين بحلبنا اللي جسل جاري أو جل كذا اللي جاري أو صفي عنه حبارته ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم من اتقوا الله وقال الله وحانو دردار نبوي كتاب كالسيين كوري يدين كان أمت النبي قابة عليه الصلاة والسلام إلهي كعب صدى عز وجل أرجع مجلس كستو الله فريستو يمال كستو اللي سوي ما تواحى قومهم سنة اللي سحسوسية إلهي سبحانه وتعالى إلا كعب صدوي تاسي مركا ثمرات فربضن إلهي سبحانه وتعالى إنه شغيا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إلهي الروح كعب صدا عجيني كستا أو دريمو إلهي مخرج بكسينة يا سبحانه وتعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب وحونا إلهي كأرزاق يا نيلون في لنهن وركا عيادة أصبح كل من إيسا عرسل إلهي إن سببه طايد وعطور لنا تكبت بادو أما تكبحضو يجعل له مخرجا إيهينا يرزاق ودنهشو لجميع أنواع الرزق رزق النوعية بلن بليه النوعية سوى علم لا يرزاق الا الله بحكمه سبحانه وتعالى عرفانتا كميدا عبادتها كميدا اولادها يا كميدا زوجينكا كميدا وحا غريها يا غاديدك يا ملبسك يا ماكلك يا مشربك كميدا ارزاق وعافيماتك كميدا عمرك يا كميدا ويرزق من حيث لا يحتسب ساس الله سبحانه وتعالى من فوائد التقوى فوائد واوين عبس الى الله سبحانه وتعالى وحا كميدا اله انه نوجع لانها يوم إن الله يحب المتقين بلا قرآن كله إلهي وحجعلي هاي كوه ساكا عبصدا وإلهي بمعنى هانايا وحنكوه للنابة الذي عبصد إلهي تأييد الله ونصره سبحانه وتعالى إلهي حجين ديسا يدرقار كيسا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إلهي حل معي هاي لي معي أنتم خاصة بعلم الرهان معي والله بطع عما هو وهو معكم أينما كنتم خلق ربنا إلهي معي سوي طاع عمرا وحق علمي وإذن شهر أي الله سبحانه وتعالى خلقه ودى كله معينا وتخاصوه المتقين تلايسي إن الله مع الذين اتقوا وعلموا أن الله مع المتقين إلى المتقين تلي لجري لجريتان قاروي وقرقاري النصري حوجنة فوائد وأولا عبسي إلى كهلنا سبحانه وتعالى وحاكم ذا إلهي سبحانه وتعالى علمي إنه زيادة هي علمي هو الله بل إلى هاي علمي اكتسابية يمد للدنيا لبلاس علمي وقب سماء لأن اكتسابي هو الله برتا وأنه يحل الله أبو بعين يحيو لو سوقته لو قاجوه لو رفاده لو أعرضه إلهي سبحانه وتعالى هو الله برتا من نوع الدنيا تقوى الله هلا واتقوا الله ويعلمكم الله صلى الله عليه سبحانه وتعالى إلهي كعب صدا إلهي بيلم بري علم إلهي وحكسين وعرفانا وكشفيا وما قد كان كالبرته حتى هذا كعاك لقارن دي كان ملفكم القارسين هيو بصيرا والغفري هل كان قلبك عندها كوية لنورك بروح وكوارك يا فإنها الله تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور بالله سبحانه وتعالى هل كان لغما عند الدبيلة بالله يجي لكن قلوب طلابت كجرتا لغا عند الدبيلة ماش الروح كان دقابي أما كان دبيلة وقلوبت وقلبك هل كان التقوى دبتانا وقلبك ويسقصي يعني التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى سير ثلاثة الرسول عليه الصلاة والسلام تقوى الله القوية ينبوه لابت النبي يشار يصدح جر marka taqwada ilaahay ayaa cilmiga iyo irfaanta ruuxa lagu furaa cilmiga wax taree naafica ee macrifada rasmiga ah ee irfaanta leh ee kashfiga leh ee ilhaanta leh ayaa lagu furaa ilaahay ku sameeyay adoomaha subhanahu wa ta'ala aamaasha lagu aqbalaa taqwada ilaahay inama yataqabbalu allahu min almuttaqin ilaahu wuxuu amalka aqbalaa un muttaqinta kuwa sida ka cabsada kuwa mila amalka aqbala inama waadabaatu xasr waad garanaysaan carabiga oo ciddaan muttaqi ahayn walow sallat wa saamat سكست هدوء صوم أصل هذا وقرأ القرآن وحفظ العلم هدوء التقوى له إلا كما أقبل سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين متقين تم إليك أقبل هذا التقوى سو كنت كن بسونا التقوى هنا دات رادنا تقوى تكشر ما التقوى ها هنا وي تقوى معي وقلبي الدكتور توي وأنا قلبي الدكتور معرفة إلهي خشية إلهي جوينين إلهي جوينين سبحانه وتعالى تواضع الرحمة حال قلبه ماشي اللي بحاجة أنا قلبه وي النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب أغير باقى يكون جريبه لجسد كوه هدوها ياغو جسد كوه نبه هياغية هدو حمان جسد كوه حمان وقلبك صادر ردم علماء تصوف وحيحوق صارا إصلاح القلب قرآن كنا وحبا شيئون ضدك إله الله الله وضدك أولو القلب أولو الألباب واتقون يا أولو الألباب أولو الألباب إيه أولي العقوق
وددك قلب غوض الشقين هي كواس إلهي سبحانه وتعالى انت بيان لها الله مركز ثمرات التقوى لو حكمنا معرفة لها انه وهل ايو وحكمنا النارها اللي يبت بادي والعياذ بالله الله انه يبت بادي إلهي سبحانه وتعالى يحيي قرآنك وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية أحد من كمجمي مجري إلا النار وكو أراري وريدك أسوى مروك الصراط كلا مربع اللي يدي الله إنه يبت بادي الله إنه يبت بيه جدك الصراط دي خلق وردني مريان والنار تكور كيبا ولكن جنة النار تكشريسا وحق الشيء جنة جرتابة نار تكابو كسو كيسبا نار تكابو حلو بسو كيسي والاسكو باريا وهكذا اسكو كالرأويا وكيلا عضقوي والله سيما ريوي إلهي إنه يبت بيه سبحانه وتعالى كيلا عمرك النار تكابت بادي ثم نجي الذين اتقوا له كل إلهي كعب سنجري كل إلهي كبت بادي هنا وحان تقول إلهي هين ظالمين بلغ عبره ونذر الظالمين فيها جثيا لأن ظالمين تقول نعيب بذيهم وظلم العبد لربه ما هو بخار رحمة الله عليه وغيبه ظلم العبد لربه وظلم العبد لنفسه وظلم العبد للعباد صدح لها سوقه السماء إلهي بلغ ظلم لغا سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم قال لماذا ظلم وين يبو لهير سبحانه وتعالى مركز روح إلهي قلم بوا يكوكا ظلم ظالم كوين كان مجربة اللي ظلم روحي الغم عليه يعني علمه وضع شيء في غير محلي شيء ما ماشي سماع هن لديه كل ده عدون قصة بس ظلمي يو نفتي سير الظلمي ويهينها ويظلمها بالمعاصي معاصي كل هاني سنة كل ظلمي يا مرنا عدومه الظلمي كل حد قد بيا وحصوا الظالمين وندر الظالمين فيها جثيا والعياذ بالله جنة الغد حلا إله سبحانه وتعالى تقوى ذي سؤلاء وحير وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدد للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلهي حور وحبيب برتنتان جنة وحبيب برتنتان دنبي داف ربي إنك هذا وجنة عرضها السماوات والأرض جنة السماوات كي أرلو بلر كي دولي يهي تدولى السماء يتدولى أرلو اللي سكوت وقفتها ليري أي جنة بخبال عرنتان أي أسكال جنة أعدت للمتقين كو إلهي كعب سيئ له دياري سبحانه وتعالى روح إلهك عبسنا الله وديار إنه كهرب حبوا كم الله جنده إلهك واحد نقدقه جنده أمرك المقصود كم هو اللي قلي أنا وهاي واحد إلهي واحد يقول ملذات ملذات كي يم عن عان كي يلا كلي أما قرآن كنت بدم جنده أمرك الله شكله وحلا عبرا عنطين كذا يا شرابية ذي يا قصرية ذي يا حور العين ذي يا حس لكن هو الله قد أبطل مقصود كده كام هذا ليه إنه وحك الله عبري دمويني سو بينهم بواحد يقانن تكو حي قانن ذي واحد ممغلا الله شهه ولكن آخر مرة كبرنا قتيل قتيل ولا قد عدين كل لايه لكن الدين قد جاء سمنار بحال كله قبرنا عنتم مع معنا لوكرن العير روا لسكسين والقدي دان سما جنا ما كنا شغلة بروح حصل لنا شجع لكن مقصود كأبوه إن الجنة اللي قال إله النجار كوي سبحانه وتعالى إما من أنتم وحوي إن إله وجي صدع وضام فينصون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال سعقين ما مقرن مرك الرب وجي صلى عركه وغاية مناهوي وحي إليها قلوب الأولياء تصارعه وهالك قلوب تقول ترتك الوجه تلا وجهي سن لاركوي سبحانه وتعالى مال عن جنة هين إلى الوارك ماي لو ما بعرف كبر الدنيا ومن قال في الدنيا يراه بعينه فذلك زين ديوقون بغى وتمردع وخالف شرع الله وخالف كتب الله وشرع كله وزاغ عن الشرع الشريف وأبعد وكي عقيد ما بقرد الدنيا كان الله لو ماركو مال كان لو ماركو لكن هو الوارك على جنة ما كجنة اللي رأي قصة بين نقط ما دام بخالق هذه ربي هذه عاجي علي مال كلام هذا كوارك ينبع وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كل رد والدعوان بايفتيمية إله النقدر سبحانه وتعالى وحاك الله الوهي لا إله ربه سا إن الجنة وكي رسول الله عليه السلام الجنة اللي كلا دجيو أو درقاني درواقوان يلاي دعا يوحان من زيادة من ربطان مكاسة دعا يوم با إله محابة من زيادة ونهار سنبا وحابة نسيسة ما لم تعد أحدا من خلقك وهذا أحد خلق سنبا إله نسيسة محابة من زيادة ونضل بيننا مركز الله دي سبحانه وتعالى يحل عليكم غضبي يحل عليكم رضواني قال يا شهي غندوشي مدجين واجبين الله اكبر اله نور على المغضوب مركابة دي اهل جنه من فرحت الا اله رضيه سكال بالله لمحا كدن بيبا بس ويجب اله اللي بهلو والرضا اله اللي بهلو ايا محا كلو دار احباب تاني رسولك اله الرئيس صلى الله عليه وسلم ادرس نقول المغضوب اله ادرس كوراها نغدقو نبي انا عليه الصلاة والسلام حقيتكو اركيوك لون جنة هين هذا النار ما أنت كعرين النار هتكتول عياذ بالله فرعون بعد درس الغلام نقول هيا هي قارون يوحنا غرنهن قال هي مجرم هي نفسي ولا مالك الجوجا لكن جنة يا جوجا وهي أحبابتي إلهي أحباب الرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبياء إلهي أوليدي أصحابتي تابعينتي البيتك
أنت هنجعلنا ضمبا لديه لياوي وقالوا النبي عليه السلام بالله بدي أكد جيه هين با بنا تدوات في عمر بصوب وغن برمالي في عمر بصوب وغن دكوا سوكوا النصيب بنيهين إلى النصيب هو هنا نغسيه صلى الله عليه وسلم هكذا ترتم اللي وجرنا هالك هويا مركا تقول إله وحوي وعدك استيا وأنا كاستوحى الغفر هويا فمرات كذي فوائد لديها لي قران كذي نكوش علينا لا تعد ولا تحصى وحنا كوبي كريه حنا ترين كرمنا معها وحاولنا الإنسان الدين كنت نجوبنا إن أنك قال الله صحي صحي أسرة تقول إله النقطة سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الأبصار إليه صحيح قاطع وهي صحيح القاطع وحاوو خير بلند إلهي للتقوى إلهي عبسد إلهي والتقون يا أولي الباب كو الباب كو أنا يقع عبسد أصلا سؤال إليه سبحانه وتعالى أن تقوى إلى من هنفسه تقنع ويددك وضلبة العلم ووددك دين تبرم هي تدك وضلبة العلم ذا عمل كي آخر أيان يعني. هو بيذان شقاء آخروي ددك وكاسو مركي مركي حافظة وككعان ويكلا شقتها من بما يلبو شقتها لكن ذلك هو خير بنكون مسايده وسو شقتها وإلهي الشريعة ديسه وسو شقتها وإلهي كتاب كيسه وسو شقتها والدين تإلهي وسو شقتها أياك قالسا وحظي وحاسي واحد يبستين معها واحد أرجو قرتين معها والنصيب إلهي لديه سبحانه وتعالى عملك آخر لنك وقع إلهي وفجيون وكاسو ذلك دواء إسكاشتوين أو كوة بير بغتاني هي كوة بير قوتاني هي كوة حوال بغتاني هي كوة قناعستاني هي كو جادي لي دي بجاج لي دي تطق حق او كلا كعيا سماها لكن هو خير بلا هي حرته حرته اللي يدها حرته ولا يدها وكو دينتا كل لو لو باهنا لخصوصته وي مره روح دينتا تبو ورحري النبي يرا لدي هدي قران كلا خصوصته قران لو باهدو حرته اللي النبي يرا هدي علم لا خصوصته حرته اللي نو جيه هدي فتوى لو باهدو علم هدي نو جيه هدي لي شرع شيء انا نغي ميريا لو كلا بخنا علم اللي نو جيه لدي حقاس لو سو كعيا أي أبى سيد حسكان الله غرنا له حكم غلي وحافل من إلهي وين مسيا كمية وين إنه ما قال علي إن أكون حجر دكت إلى دين في سلام إسبان دين في إله دكت سلام إسبان الله وأبترن الله بيد دكت كاسد دكت الدين كها تذكر لما في الدين إله حاجة مساج جي حرت ما عند الله صفيق ما بجاجي يا دين تلا دم مسيكون اللي له غيرش لياش أيوكا أيوكوا غير اللي ما الله قال لي حاجة دين كاسدنا ولا ما بعيو مسيب كون بمجربة نخلقه إلى الدين في سكون نسبة سبحانه وتعالى مركب وعمل آخره ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا إلهي سبحانه وتعالى ذاتك لبو قيمه الدنيا الدون يا آخر الدون والله إلهي سيطة المعنى فيريا الدنيا الدون كوكو ركاها الله وأنت ذاتك أبليهم ذاتك أنت أبليهم هذه هي جيجاء حرطة جيجاء جيجاء ستة ماتوا أنت باتمت لكن هذه ما تذكر الله يا لها وقيبك على صفيها كملها ما لك على فلسطلمها لانده وابو فربليهن الدنيا دونك مركا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا آية ظهر إليك الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة تنبدد جانك الدنيا من قال الدنيا دوني الدنيا الفكري الدنيا الأرضي الدنيا الصعن الدنيا الهلي الدنيا دونك عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وحنسو دجينه نار الى هيدي وحان طون ما هيسو سو طون انا وحان طون ما كسينينا ولي كو كاست لبا سينيو يا لسين لمن نريد ولاد كان دونا بانو سين ما فيرسا ارنتا وحان سو دجين او نسينينا وحان دونا ما هينا انت وين وين دو فوق قاطه حافي وين ما تسكي ولي ما انت ربي كا دونا بك ربي كا كو كل دونا بك هيسا horena lagu soo qoray soo qorsheysnayd ilaa ilaahay koon kiisa qorsho lagu soo xadaabe waliba ku kastana meel lama nuriid wilaayri kaan doonaan baan usin haye adiyo door buu aasamaa maxaa ka dambay waxa inta la siiyay thumma ja'alna lahu jahannama wal iyad billah koonka dambana ninki adiyo doonka aha jahannama isaga u yeelayna bali jahannama milki laga dhigayo isaga la siinaya ya salaam madmu madhura aadana allahumma allah inuu baadi wa man arada al akhirah ya daraka dambi ruuhi akhira sadon آخر دون كذي آخر عن دونه ماسك فدي معها وسعى لها سعيها قصة على صعد كذا قصة قي شقى هذا شقى لي آخرنا قطع من آخر دون كا شقى آخرنا هاي فولائك كان سعيهم مشكورا كوا عمل كوا الله قبلي بله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة الدون كان عمل كوا مشكور آخر عمل كوا مشكور ومن الله قبلي وإله سبحانه وتعالى أكتي سبحانه نقول هاي مرجع عمل كآخر أي نودين محيي الإله هو من أراد الآخرة وسعى لها سعيها
أصعد صعد كذي أشقيست شق ذي شق الآخر وصدق بعد عن علمه العلم ثم العمل ثم النشر أما الحال لها الدعوة الحال لها العلم والعمل والدعوة وعلمك يعملك يدعوة صدق هاوي هذا بنقول قبل الحال التعلم ثم التعليم ثم التبليغ بليها أنا وحبرته هذا أنا عدد كسيبرته أنا وحبرته التعلم ثم التبليغ به أنا وحبرته هذا أنا تطبيق صدق عمل فشو ثم التبليغ هذا أنا تيجي بس ودرت الجارسيس عمل آخر وكسر ورمك وعلم بحديث نصامة إلا منك عمل فلم يكون رهارت يكون ريا علمي كوفافين مخوفافين بعلم هدونهم وأنا علمي هلا عمل آخر وصدق ياس علم بهم العلم يلا برتو لو أنا عمل فرو لا نسي قد فيه إلهي من وارز أقول مرك الشقلة آخر ضدك إلى هاو دورتي وأضل أيام بلون ويان وورثت الأنبياء سي دين تيم الشقتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة روح وضق على علم وكد وريو إلهي هو سهلا وضع الجنة أي إلهي سهلا وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ملايكته حي قربها وديك تانيك طالب العلم ذا قال لها ان شاء الله تاي وحاو سمين هيو تدكا عماشا يدونك لغاح يهيا وحي بنايته قربها وديك طالب العلم ذا لشهد وإن العلماء ورثة الأنبياء علماء دونا وورثة الأنبياء ودح لياشي الأنبياء وإن الأنبياء لن يورثوا دينارا ولا درهم وإنما ورثوا العلم أنبياء من الدينار يدرهم من المنى دحل سيمين علم دحل سيم رسوله عليه الصلاة والسلام فمن أخذه أخذ بحد وافر وكما قال عليه السلام هو علم ذا قاتل ديف ويمو قاتل رسوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر علم الروح قاتل ديف ويمو قاتل وها بحالك يا أنبياء كم ذا حديث أبو داود كان صوت دير ورية صحيحان قلت صوت انت يقال يرقعون دير ورية مالك فضل علم إليه هي أهمية ديسة أيها النات المامية وحب الأولي بزمن كان زمن آخر بن جلنا زمن آخر كان علم يبرشين سلقا فانتمو إن لا يسكب الليلة إن آوي يراته ذلك الراغبين تو إلى الدين تزدونه سبحانه وتعالى وزمن الفتن وزمن فتنته أي بلطي فتن بها الديوضة ما كبلتها فتن فلا مجرته وهو إن نقل النبي في النهاية الديوضة والنبي أنه قدر دارنا عليه الصلاة والسلام ورسول قال له حديث بخاري ورنه إن إلهي بان كب أرتي إلهي بان كب أرتي ما الفقر أخشى عليكم فقر إذا كما عبسانه يبري رسول عليه الصلاة والسلام فواك الحلاوي ما الشرك أخفشا عليكم شرك إذا كما عبسنا هي قائنا الدلالي قالوا لا شريد يا شام إذا كما بقي رسولكم عليه السلام ولكن أخشى عليكم أن تصد عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما بصد من كان قبلكم فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتم وحنا نكا عبسنا النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا إلا يرين بلاريو سيدتك يرنو بلاري أو ترتنو قشان سيدتك يرنو ترتمين أو يبن هلاكتو سيكون هروي هلاكتي ومدى يرى الديون بهلاك جرتي ومدى المركة هذه الديون ترتن غوغة شيء من هلاك سميسا ووحى والنبي ينكسي الرمي يحل يا رسول الله تاشيني هل روح الديون جعل في جنة صحابتي واجي والله عن أنتي هو اللي يريد منكم ما يريد الدنيا منكم ما يريد الآخرة كدي بأصحابته الديون يكجوين اللي عند بعد هذا خمسة مالن تاعي وإن عيام بكل جد وإن الزاهدين بأحيان الديون كعرية سيد الله بن خباب رضي الله تعالى عنه ويام الحوينة مسلمين تضمن الحوينة في أمير المؤمنين بيها هذا أنا عنده قيمنا يا بالحوينة عنده قيمنا يوي نص عطاء كشكين ولا صاكل مي أو الله صاد العراق مركا هلب بوسين مرخ بوسين وحاس وقليا دتك صو إسلامي يدتك فرح بدن دمشق يمين ملايا الجوا بهم بوري جسمه كتلا من حقوق قيمنا يا بوري جسمه تبي بوري وانك دري تبي بوري قال لك لا كلام يكون بوري قال ليسي مخلصين من السيد علي بن رضي الله تعالى عنه زوجين كسيد كم ذا waxaan sidii u tolo madaxweynahan dhan ilaa dadka kale ee hilib iyo xubso dirdiye marax iyo canjeeri alaabe isaga alaabta tanayga loo keenay waa nooc sayd diyaar san tahay maxaa la keenay basal la keenay basayr basal ma taqaanan war xirta anagu hore jijey basal taqaanan maleeyne baasha sawna ku tudu ku akhrisan jirayba waa iyo hore jijey leen jilka xitaa loo ma qoonin magtay basal iyo baar iska qoysan jirayo ilaa weena jabnadaaga waxaan garanayaa shilin shilin basii waxa laga galaya shilin sankara arbaas ku qasanaysa بيون دي مساجة كسر شو منفع داس عشر واخر سنة بس هي الله كنا وما يحملون بنا صوب بس هي سكية قليل هي مرقاسو انت سكعوني بيون وعبي مرسي عمر الحمد لله الذي أبعمنا فأفضل علينا وساقانا فأفضل علينا
وحما هذا الإلهي أنتم نقودي نجبت بديه إيه كذا إنه وياك إنه وعنا نعلبتي يرزق إلهي ينجب على علينا وحبو ما هنا حافظ العسكر فاصنو أنتوا نبي نبى ما هي تونا في العمل هي ما هي وحاسة بريس كمان كعجز أنا جوان لا لا سما سيدنا هاي بس هذه سير أنت سكر بركة استي يلا إلهي أنتم نقودي ينجبت بديه وسقانا فا أنتم نورابي ولا ينجبت بديه سبحانه وتعالى بيا بسوي لأن أنت إلى أن قرتال الدنيا، مركا وحنكاية ذاتكو الدين بوجه سدين، الدنيا دي اللي نبدي دي أيوجه سدين، أقامتي الدنيا أنا ترت الله قلعي، مريم كده عايز تعالي سلامة وسلامة، مركا نبي ندعي سنيو، الحديث عنك هاد قرن إنسان، ومجلس وبرد دعاء ولي بكو أخرين جري وحكو جرتي، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ساسو نبدي جري عليه سلامة، إلى الدنيا هكذين، هم اللي ما بقبضن. وحاتك كربان اتكفكري اتكولاعي الى ادون النقضه قابنا غايباسي وهذا كل مشقوري بقى تكون من مقي وكل صلاه انت كسمارك هل روح اخر كل مغير يعني ادو جرير يحتا ما حد يقول مغيرين ادو كو غبر كفكري كو غري كفكري كو يرى العاده لو لها كفكري كو ما بغى فكريا يا الههم ان يديها كدغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مبلغ علمنا ها اقونت لو دنبسل الى اديها كدغ أقول تمام إذا حلوه وأقول يهن وجميع متعلق بهذا ما يسيح يسني يا شيخ الديجري متعلق بهذا خبرنا يا سما من كاسوان متعلق ما وحيلنا قوم بنبلي كورانا تا نبلي بلي يا هاي سفوه ما يقنع كور سيرك هاي ولا سلام ماري سيلس جسم ما كرنا يبا وحاس الدنيا جاي استمر كان وأقول يهن ومتعلق دينتي غريب النقطة بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء بل يرى جيجي ما كان يقول جوجو أنت الدين وكلها ذا أما الدين برتها سؤال ما يرى أنت الدين وكلها يا الدين يريان وأكون نبي فضوبة للغرباء وأي رسول يا صلى الله عليه وسلم سحبت يسوي ما كدين تكبر الله عليه أنا قريب كيد أو كلي يقول الدين تكون مقتدي قريب بس يدوه تامر كان مرة غرباء لاس الدين تو قريب الله هنا قديه وحبب أو حقيقة ندك أنت بلوح من إلهين إله بلن قديس سبحانه وتعالى يكون فرسون إلهين إلهي بأن الله لا يبلا لنقاذي مسينا يا قالوا أن الله لا يساو بلا لنقاذي كل إبليس إبليس نحبك ولا يساونا قالوا إبليس كلا فاعيا قالوا وحيه وحيه دجيين قوانين تدجيين بوغش دجيين وعلى في سيس إيو وحلي فيها وحالي هاي سماويين أي قضي يعني الدين الإسلام كده كقضي يعني ما أنت مركاسي الإسلام كده نروح علينا يا إلهي سبحانه وتعالى يحيي من الدنيا ما يكتب الدايس عن آخره يكتب الدايس عن الله يكتب الجسم كتاب كيسي قرآن كيسي وحيس يقبل ها وا 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 الناس كلها لحدي هذا الكلام هو فوالي هذا الكلام من الله عسلالي دين تلا سود الجنة فواتي دين تقال سود الجنة سوى عسلاتي وحاسوا الدين قال سود الجنة فصافا فيا وحاسوا صار راعيين بعد بس عمر لقى شيء قالوا حول هذه هي مسكح هذه هي لفة هذه سب حاسوا كان راعيين قالوا لا بس اعتبرها هذا وهذا أنه حال بحب بيني وبينه ما أنا واحد بحب بيني وبينه عوان دين تفسدني يعني وما دنا ربنا إن إله خالق كبيان المخلوق القرآن أروه المركو مركو باهوا إلا هذه هذا كل مركو باس أصل رأني نجارسيو من نجارسيو سما هذه هم نسوا قرمان في حال ذا حال كذا ما لا أدري سيتو هذه هم نسوا قرمان دولا العالم هم نسوا قرمان قرب جوت هم نسوا قرمتو خالق الإله وأجي أروح هم القرآن كبر خاب خاب كل الله باهوا إلا اللي يدسين جري بحاجة بيدو يهنا لا كيان حاجة يجرب يحتا بيدو اللي يدسين يا هدي أنت الله ضه لا هدي حنا الله ضه أنا وياي وردتكم والله سكت فيه تحليل على كتير اللي جري حق الدين اللي بيجي لسماه أم بلاس بالله تلين كل حلقه أم بلاس على وياه أم بلاس على الله الله وهذا اللي من الدنيا أنت عم بعيد وهذا هذا يجي يسوع الرعاية وهذا من الخالق الله نجره المخلوق اللي نجحه المخلوق اعتمانه المخلوق عسكنه المخلوق ويرنه المخلوق منه المخلوق حمله نسماه هل كسر الجاري مرك إله سبحانه وتعالى بلنقات يسمحها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة دمج الحياة لما أنت على هر مرة مرال في عنها اللي قال له مستقبل هذا بسال له مستقبل كل حلو بسال له مش إلنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى صالح أو عمل صالح هو علم ذي عملك يدعوه ذي الله أما بدك فلنحيينه حياة طيبة مرال في عنها نكون ولين بالله سبحانه وتعالى مرال بدل أو استقرار له أو قلبي أو كحسن أو الروح أو إيمان له أو قناعة له أو رب سيكون كرسون له أي كل الله نيا وحبب عالم كتن حقيقي الدنيا اللي قبر جواي ما يلي كسر يا ما كي حضارة بشكتي
فقلبات كا يشعيدي كلي ويسوي الدران حتى حاليا بقول دتك دتك الدنيا استيلاء دتك الدنيا استيلاء بقول كي بس غالي سلاشن قالوي وأنا دتك هانتي هايستا ما أعرف غرابة فقرا وكد العيش بكل جيران بالي هذا وسكر حمالان يا وسكر ضياء بقر يا البصالة بقر كان بالحمد لله اللي هيبة دبم ما هيستو تكو استنى كل كلام قال يقول كم انت قاس اسكب البلاس وتقول يا ولدك انت لياش الدنيا هاوي مركا وحاي محاي لي نول بسويين وحاي سلا مركا ورا مركا هانت بيغتو بياري سمي ستو قصريه دي ستو لعاق دغتو ما لا في عند الجاري مق وياين با هدري كتغتي معان با كدحاي ديكر با كدحاي ددنكو كتغي اورتي كتغتي بهشن لجري هدري كتغتي مخا غير راح كوسهاري مركا ولعاق محتار بنانتا الله قبل دمان با خاطرتا وحاي قران سكرت اسك الهالي oo milixda iska ilaali oo hilibka iska ilaali oo caanaha iska ilaali oo subaga iska ilaali ee saliidda iska ilaali bariisiga jawaab loo qoray inta lagu shubay laga soo shubay ama korokor ayaa loo qoraya xaqiiq bay noqotay korokor tii macaanida daayay inagu isla noqon karay hore ambuladiide ambuladiide dib lagu soo noqday ama jeeyde dadka waxa ay yaqaanaan iyo saartii ee waxa asal leh la cuno waxa weey laga soo waana la adiyada raaxo laga soo waana marka sayidkiiba joogay insha Allah ta'ala oo iyo balaay raxmusanayo saasaan waxa weey horay hadalka uga bixay doonaaya waxaan ka wada xiray talaamiida iyo macallimiinta ee Sheikh Cabdi Qadir Al-Jilani radiyallahu ta'ala qadasallahu sirru sheekhaana waxa laga sheegay inuu yiri albaabadi ilaahay laga galiyo isku ciriyo markay wuxuu jiq oo dadka istaraaka gal maanta oo gaari baan jirin marka aan eegay albaab ilaahay raadsaday wuxuu baabu dhilli baabka dhilliga istuleynta iyo ixtiqaarka siyaasada يا حجي سك ينضيبوش سواء الله مركب دلق أمان كي يجيبوا شاخد فهذا الخلق ورائي خلق يقعد بن يبغى حاجة تبي يجي جوا مركبوش بعباش الكلام من حدود النفس اللي هو بحجرته ما لها أحد النفس هو حكى بحمله يدفع مسكوت عديان هذا ما هو على قال يبغى عباني يلقى سي يبغى عالم بلقى هني يلقى لكن إذا تيل غير تكذب حاجة مسكوت عديان يجا الباب بدأ دونك يا مسكوت عديان تكذب كل مرة على دونك وجدان ilaahay diintiisa aan nusrayno ilaahay diintiisa aan baranno ilaahay diintiisa aan faafino ilaahayna aan ku kalsoonaano balaaga feeri hada yareeyhiisa iyo balan qaadidiisa aan aamino waxa halkan jijiye ka dhacda meelahan xadaarad iyo caasimo ku sibanayo meelaha diintu ka sii yaraadaan dadku isaga horeeyaan kutubta yar akhrisanayaan waxaan maqlaysaa nigu xiriga maanka meebe baraafad buu ku galay baraafad buu galay baa lagu wadi baraf ma galo wax iska baxay shaadada qamiskii iyo maadi iska tooriyo soo sirwaal iyo shaar yar qabo arkaysa cashada dambe kogu waxa joogana isaga masajka ku soo tagan baa kogu dambe qabaad ku xiran waa ninka xariga waa haweey xaqbuutay kaas khasaar ka weyn ma garanaysan ninka ilaahay ku sharfay ee ku karaamay ee ku maamaysay diintiisa inuu ka shaqeynayo ee intu daakaladii candir wata cizzi mazal zubad ku dhigay ciziga baarkiisa soo ilaahay saaray iyo aariskiisa soo dagi cizzi ma rabo buudaano adduun rabaa buu sal ku dhaadaa aan gari af ingiriis buu ka dooranay ilaa cilmiisa diintiisa faash faash taaso haye shaadan bi waarkaysa sagaal xiro ingiri waa la gali jiray inta badan xagaas mareen ku waxa maqli u taariib ku kala waxa maqli baadii uu tagay halaawada uu dhaqaaba ama ama goor meel ku gursado ka dhaasa diinta dhanka ka haysta ninka dhan ilaa diintiisa ilaa diinta halbana laga salgaare oo yoolkeeda la gaare oo si fiican u xabaarto oo ka dib fahanto oo ka dib ku amal fasho oo sida culimadu ku soo gaarisay soo kale hadaan ka sii badin karin aan noqotaal rabaa sooma halka ku damaanaya midana minna wuxuu baa noqon ba waashmaan baarkaysa ninka dooranaya ilmiga u baran inuu maayo waashmaan ka noqdo oo 2000 riyaal ka qaato ama 3000 riyaal maxay qabanaysa oo taraysa marka diinta ilaahay hadii loo samro oo la aamino oo la cambaaro oo dusha la saarto adduunka waa naafici aakharna waa naafici waxa anfacaada weyn laga sii baahan yahay aakhara wey adduunka ma adduunka ka gaajoobay iyo ka dhareegsan iyo ka arbaxsan iyo ka arrada iyo ka guriga dheer iyo ka buurka gala kulli ka wada tagaya qabriga yaraan buu tagi runa halka tagin ma jiro guri dheer baan la qabriga waxba kaaga tarimaa iyo gawaari baan ma lahayn waxa ku qawnaas marka waxa weeye diinteena aanu samiro diinteena aan xambaaro qarnigan aan joogno xilka diimada inagu masaaran yahay qarniga 19aad baan joognaa inta diinteenu soo socotay qarniga 19aad baan ku jirnaa 14 qarniga inagu horreeyay 14 ka qarni dad baa diinta u soo dadaalay qowna annagu muslimiin noqono sabab noqday 14 ka qarni inaga horeeyay kasoo bilow qarniga nabiyena cali sallallahu alayhi wasallam ila qarniga dadka sheekhiyi inaga horeeyay naga qoronta inaga dambaysana kuwa iman doona ilaahay baa ku shaqulay waxa la iman doonaan laakiin qarnigan aan joogno inaga oo diintu noo taala war inaga suuysa hadaan bayacno inaga ku bayacmayna hadaan diinteena cizeyno
oo cuskanno oo qabsanno oo ka khidmeenno oo nafiyo maal bagelinna inaga ku cusubna waqtigeena annagu munaasimayna ilaahi subhaana rasuulana alayhi salaatu wasalaam huri inna allaha la yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaaman wa yad'u bihi aakharin ilaahi kitaabkan dadna kor buu qaadaya dadna hoos buu dhigayaa